بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده يا جماعه هنكتب مع بعضينا ايه؟ درس بخط الثلث الجلي. هنكتب جمله علو الهمه من الامام. نركز كده ونشوف هتكتب ازاي على السبوره. الجمله دي يعني من الجمل المهمه وفيها تفاصيل كثيره. نحاول نبص مع بعضنا زاهد كده. طبعا الطباشير السبورة ناشفة جدا، يعني المفروض تكون السبورة أحسن من كده يعني عشان الكتابة تكون سهلة عليك. السلام عليكم. نكتب التشكيل بتاعنا.
بص يا جماعه، يعني هنشرح حاجات كده بسيطه. احنا حرف العين، حرف العين قلنا لما يكون وراء صاعد، تمام، ببدا الجزء ده كده، تمام، وهنزل عادي اعمل الحاجة بتاعنا. هنا بقى الجزء ده ما بيكونش فيه ميل، لا بعد نقطه، يعني احنا مثلا 1 2 3، تمام، بعد نقطه النزول بتاعي يعني الشكل ده ما تعدهوش، واخد من هنا واصعد واعمل باقي الحرف، تمام. بيطلق عليها العين الفنجانيه، العين ايه؟ الفنجانيه، عشان وراها حرف ايه؟ صاعد. انما لو وراها حرف غير صاعد يطلق عليها العين، العين الصاديه، والحجم هو زي ما هو ما فيش اي مشكله. هنا بقى احنا قلنا 1 2 3، بعد النقطه الثانيه النزول بتاعي بالشكل ده، تمام، وادي، وهنا في بروز بيكون مقدار ايه؟ مقدار يطلق عليها العين الصادية. ليه؟ لأن شبيهة بالصاد، يعني لو قفلت كده كملت كده الجزء ده رأس الصاد، ولو عملت الكاسة من ورا يعني بالمقلوبة كده هتلاقيها، فدي يطلق عليها العين ايه؟ الصادية، خلاص؟ أي حرف صاعد ورا العين وبنعمل العين ايه؟ الفنجانية، اللي هي النزول بتاع الجزء ده بيكون ايه؟ مقداره الميل بتاعه خفيف، مقدار ايه؟ نقطة فقط لا غير. هنا الاحظ برضو شايفين الالفات، الالفات كلها ماشيه استقامه واحده ودرجه ميل واحد، ما خليش الف مايل درجه ميل مختلفه عن الف الثانيه، وراعي المسافات، تمام. الهمه اللام نزلنا حرف الهاء تحتيها. طيب الاحظ ان الجزء ده شبيه بالفاء او القاف الوسطيه، تمام، اطلع وميل لازم يوصل لبداية ايه؟ نهاية حرف اللام من اسفل من هنا، خلاص الجزء ده يكون ملامس لحرف ايه؟ اللام اللي نازل، وانزل منه واخرج، وهنا في زاوية، شايفين كده؟ هنا زاوية وهنا شايفين زاوية، الزاوية هنا زاوية وهنا زاوية وفوق زاوية واسفل زاوية، خلاص يا جماعة؟ والجزء ده بيكون شبيه مثلث، الفراغ بتاعه شبيه مثلث، وهنا في نزول بدوران، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش صعود لأعلى. خلاص زي خطوط تانية. هنا نزلنا بعد كده عملنا ايه؟ حرف ايه؟ حرف الميم، تمام؟ وطلعنا وعملنا الهاء المخفوفة بالشكل ده. هنا يا جماعة الجزء ده بيكون ايه؟ السمك بتاعه بيترسم رسم غير كامل، يعني السمك بتاع الجزء ده ما بيكونش كامل بعرض البوصة كله. من عملنا الميم مع حرف ايه؟ النون. ممكن اعمل اشكال ثانيه للميم مع النون، يعني انا ممكن اعمل الميم اللي هي العاديه كده، تمام، واطلع واخذ من هنا واعمل ايه؟ النون بتاعتي بالشكل ده، تمام. وممكن اعمل الميم اللي هي شبيهه بالشكل ده، يعني اهو صعود وانزل واعمل ايه؟ كاسه النون، خلاص. كل اشكال ممكن الواحد يعملها ايه؟ عند كتابه الميم مع النون، ولكن الشكل ده اجمل مع التركيب مع الجمله، فاختار طبعا الشكل المناسب للجمله ايه؟ بتاعتي. الايمان الف ولم الف، هنا عملنا الشكل اللام الف المثلثه دي، تمام؟ في شكل ثاني، يعني ببدا بالالف العادي بعد كده وانزل الجزء ده مقداره 3 نقاط، وابدا هنا بعد كده اعمل ايه؟ الف مائل، يعني الشكل ده او الشكل ده انت تعمله عادي، بس الشكل ده طبعا اجمل، بيستخدم دايما وتحط الالف كده في الوسط بتاعه، فبيدينا شكل جمالي افضل. هنا عملنا بعد كده الايمان سنة الياء، شكلها اختلف، ممكن اعمل سنة بيضاوية واخد من هنا واطلع واعمل الالف بتاعي برضه شكل ثاني ممكن اكتبه. خلاص هنا عملنا الميم ايه؟ الميم يطلق عليها الميم ايه؟ اللوزين. وبعد كده عملنا حرف النون اللي هو يعني دخلناه قبل الالف، ممكن عايز تعمله انت هنا على السطر عادي مش مشكله، عايز تعمله يعني بعد الالف وتنزل ونزول يساوي مع حرف الميم او النون او الواو عادي مش مشكله، بس احنا رفعناها لفوق عشان هنعمل حاجة تانية. هنعمل ايه؟
هنكتب التوقيع بتاعي. اي خدمه ثانيه يا جماعه في الجمله دي، في حاجه مش واضحه اشرحها؟ شكرا.